هو ايه لازمة الطوب اللي بيبقى موجود تحت القطر؟ دايما لو مشيت على سكة حديد هتلاقي ان في طوب موجود على الارض، لكن ليه؟ الطوب ده بيبقى مهم جدا ومش محطوط كده وخلاص، لان من غيره القضبان مش هتثبت مكانها، لان القطرات بتبقى تقيلة جدا وده ممكن يتسبب في تحريك القضبان من مكانها، والطوب ده بقى هو اللي بيثبتها مكانها. ده غير انه بيمنع النباتات تنمو على السكة الحديد لان ده ممكن يعمل كوارث. استنى صحيح، لو عايز الايكونز في موبايلك تبقى بالشكل ده كده نزل التطبيق اللي سيبه لك في اول تعليق.